بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم مع درس جديد من دروس النحو، وهو المثنى للصف الخامس الابتدائي. درسنا فيما سبق درس المفرد، وعرفنا أن المفرد هو ما دل على شيء واحد أو شخص واحد كولد أو بيت أو قلم. أما المثنى هو ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون على مفرده، مثل معلم، المثنى منها معلمان أو معلمين. الزيادة اللي عندي على كلمة معلم هما الألف والنون أو الياء والنون. ولد، إذا حولناها للمثنى تصبح ولدان أو ولدين. أما في المؤنث مثل معلمة هنضيف على المفرد ألف والنون أو الياء والنون، بس هنحول التاء المربوطة إلى تاء مفتوحة، فتصبح كلمة معلمة معلمتان أو معلمتين. وردة تصبح وردتان أو وردتين. إذن المثنى هو ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون على مفرده. متى تكون الزيادة ألف ونون؟ ومتى تكون الزيادة واو ونون؟ نضيف على المثنى ألف ونون على المفرد في حالة الرفع إذا كان مرفوع. متى يرفع المثنى؟ المثنى بيكون مرفوع في حالة من الحالات الآتية: رقم واحد إن هو يكون مبتدأ، مثل المعلمان نشيطان. المعلمان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف، نشيطان خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف. إذن في الحالة الثانية إذا كان المثنى في محل خبر، إذا كان إعرابه خبر، المعلمان نشيطان، الولدان جميلان، الكتابان مفيدان. الحالة الثالثة إن هو يكون فاعل في الجملة الفعلية، مثل فاز الطالبان بالجائزة. فاز فعل ماضي مبني، الطالبان فاعل مرفوع علامة رفعه الألف، بالجائزة الباء حرف جر، والجائزة اسم مجرور وعلامة جره الكسر. هذه هي حالات رفع المثنى. متى يكون المثنى منصوب؟ متى ينصب؟ اللي هو يكون ينتهي بالياء والنون. ينصب المثنى في حالة واحدة، وهي إذا كان مفعول به، وقع المثنى مفعول به، مثل عاقب المعلم الطالبين عاقب فعل ماضي مبني على الفتح،
المعلم فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، الطالبين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. أيضا هناك حالة أخرى يكون فيها المثنى ينتهي بالياء ونون، هي إذا كان مجرور. متى جر؟ طبعا في إذا سبقه، حرف جر، ذهبت إلى حديقتين، ذهب فعل ماضي مبني على السكون، والتاء تاء الفاعل، إلى حرف جر، حديقتين اسم مجرور وعلامة جره الياء. ما إعراب المثنى؟ المثنى يرفع تكون علامة رفعه الألف، وينصب ويكون منصوب علامة النصب الياء، ويجر وتكون علامة جره أيضا الياء. إذن في المثنى هو ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون. هذا هو إعراب المثنى. المثنى يرفع بالألف وينصب بالياء ويجر أيضا بالياء. وبهذا نكون انتهينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.